ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة المؤقتة عدن مع المدير العام لشركة حلول للأنظمة محمد العيدروس. ناقش آليات البرامج والأنظمة الإلكترونية التي يمكن من خلالها ضبط الإيرادات وتحسين تنمية الموارد للسلطات المحلية. واكد الوزير الاغبري على ان العام 2024 هو عام التحول الرقمي للسلطات المحليه بالمحافظات والمديريات من خلال الربط الشبكي فيما بين الوحدات الاداريه وفي اللقاء اكد الوزير على اهميه التعاون لتنفيذ انظمه الوحدات الاداريه والاستفاده من الخبرات في هذا الجانب من جانبه استعرض محمد العيدروس مدير عام شركه حلول للانظمه نبذه تعريفيه عن البرامج والانظمه التي تقدمها الشركه لعدد من الجهات الحكوميه والخاصه والمساهمه في تعزيز عملها المالي والاداري